خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم من دلوقتي الجولة المرية، وخاصة ان احنا هننزل نبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل. خلونا نبدأ من محافظة القاهرة ومن ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع تانية كمان هنلاقي فيها سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافة مرية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرية. طيب لو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي ان في كثافات مرورية مستمرة لحد العباسية، هتفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية هنلاقي كمان في سيولة مرورية. في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، ونفس الكلام المتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا الى المنصه. ظهرت كثافات متحركه بشارع عباس العقاد والطيران وصولا الى الدائري. نروح معاكم لمحافظه الجيزه ونبدا من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المروريه قبل وبعض النزلات، وكمان بتكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو بالقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. الاتجاه الآخر بيشهد كثافات لكنها بتكون بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. بيشهد كمان شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية، لكن بيشهد طريق المريوطية الدائري المتجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية انسيابية مرورية. كمان شهد شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي كثافات متحركة، وارتفعت الكثافات بميدان الجيزة. ولو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، ده بدءا من محطة المريوطية والحد طلبية، وبيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. لكن اللي جاي من الزراعي بقى بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، ده قبل الطريق الدائري لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري مركبات. كمان انتظمت أيضا حركة السيارات بطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. نكمل جولتنا ونروح محافظة بورسعيد، هنلاقي سيولة مرية في أغلب شوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا في شوارع مصر ومحافظات مصر المختلفة تعالوا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية بتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية شرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28، وأقل درجة حرارة في السلوم 18 درجة. هنتابع مع حضرتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.